السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ بتحط ايه في الكادر؟ ده فيتامين. فيتامين ايه؟ وريني الحقنه دي. ده انت مالك انت؟ دي شغلتي انا. دي شغلتي انا كمان. هات الحقنه دي بقول لك. يا ام يا ام يا ام استنى، انا رايح فين وتقوم انا عتاك؟ ايوه يا ام عتاكي. يا ام يا ام صابرين صابرين صابرين، انت كويسه؟ انا كويسه يا رضا، بس انا مش عارفه ايه اللي مخليني بحبك وعايزه اتجوزك. كانوا عايزين يقتلوها صابرين عشان يصدقوا انه ما انتحرش. بقولك يا رضا، انا عايزه اروح. كفايه بقى اللي حصل بقى النهارده كده كتير. هروحك، حاضر هروحك والله، بس في مشوار مهم قوي لازم اعمله. مشوار ايه تاني يا رضا؟ مشوار ايه تاني؟ ده ايه يا عم رضا؟ طلعت لي في البخت؟ هو مفيش غيرك في الاسم ده ولا ايه؟ يعني هو بمزاجي يا اشرف بيه؟ شكله كده بمزاجك يا رضا. مرة جاي لبطولك، مرة مجرجر أهلك وجاي، ومرة جايب لي خطيبتك. يا ابني احنا في اسم مش في دريم بارك. يعني أنت سيادتك عايزني أشوف جريمة قتل قدام عينيا وأطنش؟ أنا بعمل اللي يملي عليا ضميري يا فندم، والباقي بقى بتاع سيادتك أنا ماليش فيه. استغفر الله العظيم يا رب. سيادتك في صوت كده، ده حضرتك؟ لا، ده الكرسي بايظ وأنا قايل لهم كذا مرة يصلحوه. خلينا في القضية. ايه بقى اللي خلاك تشك في موضوع الازازه والكانولا؟ اقول لسيادتك، الراجل وهو بيحط السائل جوه الكانولا كانه اول مره يعمل الحكايه دي، وبعدين دي شغلتي يا باشا. وبعدين يا باشا لو مفيش حاجه غلط في الموضوع كان هيفقعني البوكس ويطلع يجري ليه؟ الله يفتح عليك يا صابرين. قولي لي يا حبيبتي، هي لسه بتوجعك قوي يا رضا؟ دي احمرت. الف سلامه عليك يا روحي، الف سلامه. خايفه قوي تزرق؟ لا لا ما تقلقيش ان شاء الله. واضح كده ان انا بحقق معاكم في وقت غير مناسب. تحبوا تشربوا حاجة؟ سحلب. اجيب لك سحلب؟ ما بس يا ابني ركز معايا، حد فيكم شاف الراجل ده كويس؟ انا ما شفتش حاجة يا باشا، انا اول ما اتضربت البوكس في خلقتي ما شفتش قدامي. انا بقى شفت كل حاجة يا فندم، ومستعد اقول لك مواصفاته بالملي. طب ده حلال يا عاطف يا ابني، شوف حال الدنيا. صحيح، ما محبة الا بعد عداوة. ربنا يخليك يا حاج نصحي. الا قول لي، هو قبير ده متعود يتأخر كده؟ ده مديني ميعاد. لا، وتلاقي بس بيقضي مصلحة وبيدي الواحد حقنة. ناصر. نعم. ما تتصل بيا يا ابني، مش رقم معاك. حاضر. او النبي يا ناصر شوفه فين لحسن الوقت اتأخر. حاضر عناية. الو استاذ رضا، انت فين يا دكتورة؟ في ناس مستنينك عند الصيدلية من بدري. ايه تدفع القسط؟ في الاسم. يا نهار اسود، ايه اسم ايه؟ خير كف الله الشر. طيب طيب ماشي ماشي. ظهر كده والله اعلم في مصيبه كبيره، ربنا يعديها على خير. تاني امن المستشفى اكد كلامكم، والمعمل الجنائي حل الماده اللي موجوده في السرنجه، بيقول ان هي ماده اسمها الاتروبين. الماده دي كانت كفيله تقتل الدكتور شريف فعلا لو اتحقن بيها. صدقتني يا اشرف بيه، جالك كلامي؟ الراجل ده لازم يتعين له حراسه، لانه لو اتساب كده هيتقتل. طب يا باشا اعتقد كده ان احنا امان، ممكن نمشي؟ اتفضلوا. يلا يا رضا. ما تيلا يا رضا ولا هتبات هنا؟ لا يلا يلا، بعد اذنك. اتفضل. والراجل اللي شافك ده كان في العنايه المركزه بيعمل ايه؟ انا كنت فاكر قريبه وجاي يزوره وماشي، وما استنيتش لغايه ما خرج صبحي. هو بمزاجي، انا دخلت له في ميعاد تغيير الشيفت عشان ما حدش يشوفني. وهو شافك يا مورم. هنعمل ايه دلوقتي يا حرمهاوي؟ لا يا حبيبي، لغايه هنا وما اقدرش افتيك. اللي يفتيني ويفتيك الدكتور رافض. تعال ورايا. اتفضل اطلع بره، ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني. في ايه يا دكتور؟ ما حصلش حاجه اللي حضرتك عامله ده كله. الاجزخانه دي يا بابا مكان اكل عيش، لا هي قهوه ولا نادي اجتماع. اتفضل اطلع بره. انا ما عملتش حاجه. اتفضل اطلع بره. الارزاق على الله دكتور. السلام عليكم. ازيك يا دكتور عمرو؟ خير؟ في حاجه ولا ايه؟ الافندي
كل يوم والتاني يجيب واحد صاحبه ولا قريبه ويقعد يقروا ويعملوا قاعده، وانت عارف انا ما بحبش الحاجات دي، انا عندي الشغل شغل، صح؟ اه طبعا، لا في دي عندك حق، الشغل شغل، ما حدش يقدر يفتح بقه. وانت كنت فين انت راخر؟ جاي متاخر ليه؟ معلش يا دكتور والله غصب عني، ظروف والله، وبعدين يعني الحكايه كلها ربع ساعه. ربع ساعه؟ ما هو ده اللي جايبنا ورا. ربع ساعه، احنا بنتعامل مع الوقت بمنتهى الاستهانه. الربع ساعه دي يا افندي ممكن تغير مصير امم. والله يا دكتور. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. شوف الزبون وحسابك معايا بعدين. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ رضا؟ انا عاطف. والله مش فارقه معايا كتير، اؤمر حضرتك خير. والله الواحد مش عارف يبتدي الكلام ازاي يعني. اصل انا مكسوف جدا. لا يا حبيبي ما ينفعش. الطب بالذات ما فيهوش كسوف ابدا، قول اللي انت عايزه. صح صح. بصراحة انا عاوز. عاوز. طيب بص بقى، عشان يعني ايه نبقى واضحين، اي دواء شمال احنا ما بنشتغلش فيه، اي حاجة نازلة جدول مش هتلاقيها عندنا. لا لا لا، انا قصدي ان انا كنت عايز اخد بقى. تاخد؟ لا كده انا فهمت. طب بص، انا عندي نوعين، في نوع امريكاني جامد جدا بيجيب من الاخر يعني، بس هو غالي شوية، وفي نوع مصري يعني اقل شوية بس شغال برضه. لا 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 يا بردة، انت فهمتني كده غلط. انا عاطف، هي نسمة ما قالتلكش. نسمة؟ عاطف؟ معلش عاطف، معلش اعذرني، غصب عني والله، اصل انا دماغي مخبوطة بمليون حاجة. لا لا ولا يهمك يا ابي، انا عارف ومقدر يعني، اصل انا كمان يعني الصراحة بحبك قوي بسبب حكاوي يعني اختك عليك. شكلك واد طيب وابن بلد وجدع عاطف. يا رضا. دكتور ثواني اخلص مع الزبون واجي لحضرتك. عاطف ابوس ايدك، اوعى تجيب سيره قدام الدكتور عمرو ان انت عايزني في موضوع شخصي، لحسن هو جاي مخنوق مننا على الاخر مش عارف ليه. هو الزبون لسه هنا؟ هو حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ عاوز حقنه يا فندم، ثواني وهديله الحقنه على طول دلوقتي. انا استرجل شويه، استرجل شويه. معقوله؟ معقوله شخط زيك كده وبيخاف من الحقن؟ تعال عاطف تعال. بس اصلي ابي رضا، اصل موضوع الابر ده، اصل يا ابني يا ابني ده فيتامين بي مش هيضرك، وانا هاذيك برضه تحت اي ظرف مش هيفرق معاك. اصل انا ما بحبش الابر، كمان بتورد لي جسمي ما بستحملهاش. عاطف عاطف، ده كلام رجاله كبار يعني؟ يعني انا دلوقتي اامن على اختي معاك ازاي؟ ينفع كده؟ خلاص ماشي، عندك حق، اللي انت عايز تعمله اعمله يا بردة، انا تحت امرك اهو. بس قول لي بقى هنعمل ايه في موضوعنا؟ ان شاء الله يا عاطف الأسبوع اللي جاي تيجي تشرفنا أنت ووالدك على الغدا. بابا، بس أصلنا بابا تعيش أنت. الله يرحمه ويحسن إليه يا عاطف، مفيش مشكلة، تبقى تنورنا أنت والحاجة. ماما، أصلنا ماما كمان تعيش أنت.